انا جبت لك لقمه كده ها صغيره اهي تاكليها. مش عايزه عسل ايه؟ ماليش نفس. جرى ايه يا نوسة؟ ده انت يا اختي من امبارح على لحمه بطنك. قلتلك مش عايزه عسل ايه، خلاص بقى. استغفر الله العظيم يا رب. طب قولي لي بقى اخره اللي انت بتعمليه ده ايه؟ انا مش مصدقه اللي بيحصل، مش عارفه عملت ايه عشان يحصل لي ده كله. استهدي بالله يا اختي كده وما تعمليش في نفسك كده. انا كل اللي كنت عايزاه اتجوز عمر، الانسان الوحيد اللي حبيته، لبست له ابيض. ليه بقى استاهل اللي بيحصل لي ده؟ لا يا اختي ما تستاهليش، بس هي الدنيا كده، تعشمنا وفي الاخر تدينا ظهرها. يعني كل حاجه راحت، فرحتي وعمر، انا بضيع يا سليه بضيع. يا اختي ما تعمليش في نفسك كده، والنبي يا نوسه ما تعمليش في نفسك كده، عشان خاطر النبي ما تعملي في نفسك كده. احنا مش هنسيبك، والله ما هنسيبك يا حبيبتي، وعمر كمان مش هيسيبك، ده عمر بيحبك يا نوسه، عارفه مقومينك محاملين قد كده اهو، والله ما هنسيبك يا نوسه. يلا يا ستي انت خلصيني الموضوع دوت، لا ظابط يمر ولا حاجه، طيبين لي عيشتي. قومي يا نوسه. حاضر يا حاضر، بالراحه عليها شويه. طيب والنبي بالراحه شويه. عملت ايه مع المحامين عصفور؟ كله تمام يا سعاده الباشا، وهم عاوزين يقعدوا مع سيادتك. خير البر عاجله. بس اللي انا عرفته ان الباشمهندس اتفق معاهم انهم ياخدوا 20,000 جنيه في حاله لو خرجوا من نوسه. وانا مستعد اقدلهم اكتر من ال 20,000 جنيه دول، بس بشرط ينفذوا اللي قالهم عليه. انتوا طبعا عارفين الموضوع كويس قوي. اللي انتوا ما تعرفوهوش بقى، ابني وقع في فخ البنت دي والعصابة اللي معاها ازاي. انا اصلي بصراحة ربيت الولد على اساس من الدين والاخلاق والقيم والمثل العليا، علشان كده هو نجح في دراسته، انما للاسف خبرته كانت محدودة قوي في الحياة. ما انتوا عارفين النوع ده من الشبان. طبعا يا حسين بيه ما عندوش تجارب. فعلا يا حسين بيه، النوع ده من الشباب بيبقى فريسة سهلة قوي في ايديه المنحرفات. كلامك مظبوط 100%. انت تعرف البنت دي لو كانت طمعت في قرشين انا كنت رميتهم لها على الجزمة وما زعلتش. الواحد ما بيتعلمش ببلاش، وياما قابلنا نوعيات من البشر زي دول كتير قوي. لكن بقى لما الموضوع جواز وكلام من ده، لا 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 ما اسكتش، هنا بقى لازم اتدخل. بس الحمد لله ظروف خدمتك يا حسين بيه لما الاربع اشخاص دول بلغوا عنها. شوف انا ما بحبش اذي حد، الله اعلم اذا كانت البنت دي بريئه من قضيه السرقه ولا لا، انما اللي انا متاكد منه انها عشمت الاربع رجاله دول بحاجه هي الله اعلم وخلت بيه. كده بقى يا حسين بيه أنا شايف إن الموضوع فيه شبه الدعارة. لا 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 استغفر الله العظيم، بعدين إحنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده في القضية، فالله حليم ستار. وهذا إذا كانت مظلومة، لكن إحنا بقى نستنى لغاية ما نشوف تحقيق النيابة. على العموم أنا كل اللي يهمني في الموضوع ده إنكم تفهموا ابني إن القضية دي قضية خسرانة. إن البنت لا يمكن تاخد براءة، هتتحبس علشان ييأس. ده أمره سهل يا حسين بيه. وبعدين إحنا إن شاء الله لما نقابله النهارده بعد الظهر هنقعد معاه ونفهمه صعوبة القضية وبصراحة. بس تعرف برضه يا متر فكرة الدعارة دي مش بطالة. يعني ممكن تلمحوا لعمر حواليها وتفهموه ان قضيه زي دي البنت هتاخد فيها على الاقل 5 سنين سجن. هو الحكم الحقيقي في القضيه دي نام عندها السوابق. لو ادعى عليها واحد ولا اتنين من الاشخاص الاربعه دي ان السرقه تمت تحت اغراء جنسي اشبه بالدعاره تاخد لها 3 سنين سجن. طب ما تخليهم 5 متر وانا تحت امركم في الاتعاب. والله يا حسين بيه انا عن نفسي نفسي اخدم حضرتك. بعدين القضيه ديت
قضية أخلاقية، وكلنا عندنا أولاد، وممكن واحدة زي دي تضحك عليه. دي مش قضية ابنك لوحده يا حسين بيه، دي قضية جيل بحاله من أولاد الناس الكويسين. انتوا ما تتصوروش يا جماعة أنا مبسوط قد إيه من الكلام اللي بسمعه ده. دي قضية رأي عام يا حسين بيه، الناس كلها هتخاف على أولادها. برافو يا مت، هي قضية رأي عام فعلا، هي قضية رأي عام. المهم خلينا بقى في طلباتكم، أنا تحت أمركم، أتعبكم إيه؟ بقول لك إيه يا خربوش يا أخوي، إحنا شكلنا زي الزبت والقطران قدام البيت وقدام أبوها وقدام الفرقة والشادر كله. إيه يا جمناد على الصبح؟ أنا قصرت في إيه؟ إيه اللي في إيه؟ قصرت طبعًا، اللي مودينا للبيت في الحجز المرمية فيه عيش وحلاوة حد. صدقني أول مرة تقولي الكلمة عليها الحق. دي قلة الأصل على الكيف كده يا أختي. وأنهي قلة أصل؟ شفت إن أنا مخ نور يا أبو مخ مضلم أنت؟ افرض البنت طلعت بالقضية زي الشعرة بالعجين والجوازة بتاعتها باظت، لو جت تفت في وشي ووشك يبقى حلال علينا. خلاص يا جمالات، لا تلف في وشي ولا في وشي، هنعملها زيارة الشر وتبيح لها فرخة، دي نوسة برضو بتاعت الألمونيا. شفت بقى اللي أنا كان عندي حق لما كنت متردد في إن أقابل باباكي؟ إحنا اتأخرنا، الكلام ده كان المفروض يكون من شهرين تلاتة. يعني إيه كانت هتفرق؟ أنا بالنسبة لباباكي في كل الظروف مش العريس المناسب. على الاقل ما كانش ظهر ابن المحافظ. يا حبيبتي انت جوازك بالنسبه لباباك مجرد صفقه، فاهمه يعني ايه صفقه؟ اذا ما كانش ابن المحافظ كان هيبقى ابن اي حد تاني، ابن وزير ولا ابن اي حد من الحيتان الكبيره دي. على العموم انا مش هيفرق معايا لا الظروف ولا الزمان. ازاي بس يا منى وانا هو رافض اصلا شكل الموضوع؟ طب ما هو رافض البنت اللي بيحبها عمر وعايز يتجوزها. يعني قصدك ايه؟ عاوز يعمل معايا زي عمل مع البنت اللي كان اخوك عايز يتجوزها؟ مالك خايف قوي كده؟ امال مش عايزين اخاف منى؟ انا ما عنديش استعداد ان نلبسنا قضيه وادخل السجن. انت ما عندكش استعداد تدخل السجن عشاني؟ طب ايه رايك ان انا عندي استعداد ان انا ادخل السجن عشانك وبعدها نتجوز؟ لا ده انت مستبيعه بقى. ايه الكلام؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا حاسه ان انا قاعده قصاد واحد ما اعرفوش. انا كنت متخيله انك انت ممكن تبيع الدنيا كلها عشان تتجوزني. يا حبيبتي المساله مش بالبساطه اللي انت متخيلاها دي، انا بالنسبه لباباكي مجرد حشر، يعني ممكن يفعصني ويدوسني في منتهى السهوله. وانت بمنتهى السهوله والبساطه دي بتتخلى عني وعن حلمنا؟ يا منى ما هو غصب عني، باباكي منشف راسه وعايز يعمل كل حاجه في دماغه. انت لو قلت لي تعالي نتجوز دلوقتي ونحط بابي قصاد الامر الواقع هقول لك اوكي. لا والنبي بلاش تصرف، انا رايي كده ان احنا نستنى شويه. لا استنى انت لوحدك، انا ما عنديش استعداد اكمل مع واحد زيك، انا اللي اتجوزه لازم يواجه الدنيا كلها عشاني، مش مع اول موقف يسيبني ويهرب. طب استني بس، راحه فين؟ ايه الحكايه يا حسين بيه؟ يعني رحت كده وقلت ادولي؟ لا ابدا، بس في الحقيقه انت وحشتني جدا يا سيدي، على الاقل كنت اسمع صوتك. والله عندك حق يا سياده المحافظ، بس غصب عني، انا اصل في مشاكل كتيره قوي متلتله فوق دماغي، لما قابل سعادتك احكي لك. عارف يا حسين بيه، انا نفسي اليومين دول اسمع اي خبر يفرحني، بس انت ما تعرفش شغلانه المحافظ ده عامله ازاي، عباره عن مشاكل ما بتخلص. المهم طمني، عملت ايه مع العروسه؟ باذن الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. والله يا حضره المحافظ، انا من ساعه ما سبتك وانا بخرج من مشكله بقع في مشكله تانيه. حاضر حاضر، لا تحت امر سعادتك، اديني فرصه بس يومين اتنين وباذن الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. حاضر تحت امرك، الف سلام، مع السلامه. اعمل ايه بقى مع الراجل ده؟ للدرجات الست منى راكبه دماغها؟ يا سيدي، بتحب بتقلد اخوها، مصيبه ان هما الاثنين في ناحيه وانا في ناحيه، مصيبتين مش مصيبه واحده، والمصيبتين على دماغي، محدش عايز يرحمني مع اني بعمل ده لمصلحتهم، والله العظيم لمصلحتهم. اهدى بس يا باشا، اهدى بس، ان شاء الله موضوعها هيتحل، وموضوع الباشمهندس كمان هيتحل. يا ما دقت على الراس طبول. لا بيتهيأ لك، انا ولادي مش بالبساطه دي، اذا كان البيه ابني كان عايز يتجوز البنت الغزيه دي من ورايا، والله اعلم هيعمل ايه بعد كده. ده ممكن البنت دي لو اتسجنت يقول لي هتجوزها وهي في السجن، والانيل بقى لو قال لي لا هستنى لما تخرج من السجن واتجوزها. يا ساتر يا رب. لا لا ما تقولش كده يا باشا، ان شاء الله ان شاء الله بعون الله البنت دي هتترمي في السجن، والباشمهندس هيرجع يرتاح ويبقى زي الفل. أرى الله اللي بتقول عليه ده يحصل ان شاء الله، هيحصل
وبكره تقول عصفور قالها. طب اعمل ايه مع البنت دي؟ اقول ايه للمحافظ اللي هيقف جنب في الانتخابات؟ يا باشا يا باشا، مش المحافظ اللي هيقف جنب سيادتك في الانتخابات، اللي هيقف جنبك الحزب. يا اخي سياده الخير شيرين، وبعدين بكم الاثنين منفذين على بعض يا عصفور. يقطعني يا اختي، يا لهوي يا مصيبتي، يا ريت انا وانت. لا يا اختي، ده انا هين عليا اروح للقاضي اقول له انا اللي سرقت الاربع شباب دول. وانت ذنبك ايه يا جمالات؟ ذنبي ايه؟ مش قادرة اشوفك كده وانت محبوسة بين اربع حيطان، وانت مالكيش ذنب. امال انا اقول ايه؟ ده انا من ساعة ما عرفت ان انت عكشت انوسة وانا قلبي بيتقطع من جوه. ما تقول لها يا جمالات. الا اقول لها يا حبيب اختك؟ يا لهوي يا مصيبتي يا اختي، ده لا بياكل ولا بيشرب، ما يحطش الزيت في بقه لما خلاص جاله جفاف. ده انا حتى جايب لك صدق وكبده جمل، خد يا نوسه. كتر خيرك يا خربوش، ماليش نفس. المهم ابويا عامل ايه يا جمالات؟ يا حبه عيني على ابوكي، عماله سهيه يا اختي، شويه سمعه قران وشويه اخده في حضني وحسس عليه وطبطب عليه لغايه لما ينام. خدي بالك منه يا جمالات، مش هوصيكي عشان خاطري، خدي بالك منه. حاضر يا اختي، ده جوزي ونور عيني. هتقص مين بس؟ دي جمالات دي مفيش احلى منها. الجمل ده القلب الكبير، كل اللي كنت لقمه بس عشان تسندي قلبك. معلش يا جماعه ماليش نفس. خلاص يا اخويا، قالت لك ملهاش نفس، ناكلهم احنا من الصبح على لحم بطننا ما دقناش الزيت. المهم يا اختي خلي بالك من المقاطع اللي هنا، هو حد ينكشك ويلبسك قضيه جنب اللي انت لابساها دي؟ بنت يا نوسه، سقف لك موسى، سقف لسانك، اللي يكلمك شقله وشه. اعلمك يا بنت استعمل